شراكة استثنائية بين أبل العالمية والاتحاد السعودي للأمن السبراني والبرمجة إلى جانب جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن لإقامة أول مقر لأكاديمية أبل الشهيرة أبل ديفلوبر أكاديمي ليصبح أول فرع لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مخصصة المرحلة الأولى للبرمجيات والمطورات في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن التي تعد أكبر جامعة نسائية في العالم. الأكاديمية ستعمل على توفير الأدوات والتدريب لرائدات الأعمال والمطورات وكذلك المصممات الطموحات. قبل أن نناقش كل ذلك، من هو المطور؟ سؤالا ستحاول أن تجيبنا عليه لميس. من يا لميس؟ أهلا فيكم. من هو مطور التطبيقات؟ هو مهندس برمجيات الكمبيوتر. مهمته الأساسية تشمل إنشاء واختبار وبرمجة التطبيقات لأجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية. عادة ما يعمل هؤلاء المطورون في فرق لتحديد الأفكار والمفاهيم إما لعامة الناس أو لاحتياجات محددة من العملاء. مطور التطبيقات يفهمون لغات البرمجة والترميز وكيفية استخدامها، ويعملون مع مصممي الجرافيكس وخبراء البيانات والبرمجيات لإنشاء التطبيقات، ويقومون أيضاً باختبار وإصلاح أي أخطاء تم العثور عليها قبل إطلاق المنتج. عودة إليكما. شكراً يا لميس. وللمزيد حول الموضوع ينضم إلينا من الرياض فيصل السيف، مهتم ومؤثر في التقنية. صباحك فل يا فيصل، سلامة. وأهلا بك من جديد، غبت علينا كثير ولكن رجعت لنا ثاني. ما الهدف من هذه الأكاديمية ولأي مدى تخدم الاقتصاد المحلي؟ يا أهلا وسهلا فيكم، صباحكم فل ورد، الله يسلمكم يا رب العالمين. ونعم، أخبار جميلة. ومع العودة، الأكاديمية فعليا تهدف إلى تمكين المطورات في المملكة العربية السعودية، ونتكلم على تمكينهم يتعلموا البرمجة، يتعلموا تطوير تطبيقات على متاجر الآي أو إس، وبالتالي يكون في قيادة كاملة نقدر نقول اقتصاد رقمي من خلال هذه التطبيقات. وفعليا نتكلم التطبيقات جزء ضخم من الاقتصاد لو تم التركيز عليها بشكل جدا كبير. طب فيصل، يعني هل هي توفير عمل، فرص عمل، ولا لا هي عملية ربما ثورة في سوق الـ يعني في المتاجر الإلكترونية بالنسبة للسعودية وضع هذه الأكاديمية هناك؟ روعة حلو. الحين في نوعين من أنواع البرامج، في برنامج 30 يوم، هذا 30 يوم اللي هي 4 أسابيع يمكن نفس المطورات من أن يفهموا أكثر متجر التطبيقات ويعرفوا كيف يطوروا فيه تطبيقات. والنظام الثاني أو نقدر نقول البرنامج الثاني حوالي 10 أشهر مكثفة من التعلم. كل الاثنين الهدف منهم انهم يبداوا يطوروا التطبيقات، وتعرف انت التطبيقات موجود فيها عمليات شراء سواء مباشره من خلال نفس التطبيق او تمكين خدمات ثانيه في نفس المكان اللي موجود في هذا التطبيق ويخدمه زي البلد على سبيل المثال. بتلاقي تطبيقات موجهه لمدينه الرياض، جده، او لكامل المملكه. وجود تطبيق، يعني لو نشوف بعض العمليات التجاريه اللي صارت في الاسابيع الماضيه هنلاحظ انه في تطبيقات كان فيها امكانيات استحواذ تصل للمليارات. هذا يعني أنه في اقتصاد كامل يتم قيادته من خلال هذه التطبيقات. فلما يجي هالبرامج بأنواعها المختلفة يتعلم المطورات أنه كيف يبدأوا يطوروا هذه التطبيقات، وكيف بالفعل يقدروا يتابعوا سياساتها من كامل النواحي الربحية والتطويرية. ساعتها نعرف أنه في تمكين ضخم لها التطبيقات، واللي حيستفيد كامل الناس اللي نقدر نقول يستعملوها، وايضا البلد اللي موجود فيها التطبيق. يعني بس لفتني شيء فيصل، انه مركزين على المطورات وليس المطورين، ما هو سبب في التركيز وتطوير المطورات فقط؟ هذا شيء جدا جميل، كلام اكيد جميل في المملكة العربية السعودية. هذا شيء جميل، بس ايه السبب بالضبط؟ حلو، لو تكلمنا عن المطورين يمكن عندهم الجانب الأكبر من الدورات التدريبية والتمكين والمعاهد في المملكة العربية السعودية. هذا لا ما يعني أنه ما في للمطورات شيء، فيه، ولكن أتوقع أنه وجهة الشراكة هذه قاعدة تخدم فئة جديدة من المجتمع أو فئة موجودة من المجتمع ما لها ذاك الحضور الضخم في نفس زوايا التطوير للتطبيقات. فبالتالي كأننا قاعدين نقول نحتاج أفكار جديدة، نحتاج أفكار أعمق، أكبر، أجمل. ليش ما نجي للمطورات المكنة هم أكثر من التمكين اللي موجود فيهم الحين. أتوقع أنه هذه فرصة جميلة لهم. هذا لا يعني أنه ما هو عندهم قوة
قدرة أول موجودة، ولكن تكثيف القدرات لهم في الفترة القادمة هيكون شيء جدا جميل، ومن جانب الشراكات وفي انفايرمنت حلو لهم. طيب يعني هذه الأكاديمية في منطقة الخليج، هذا اللي أنا ودي أفهمه، أنه يعني في الشرق الأوسط في منطقة الخليج تحديدا اليوم إلى أي مدى ستعكس أو تضيف على أيضا المخرجات؟ المخرجات المفروض يكون في حوالي 600 امرأة يتم تخريجها سنوي في منطقة الخليج. هذا العدد من المطورات يعتبر شيء كويس مرة، بالذات أنه نتكلم على متجر الآي أو إس واللي هو أصلا منتشر عندنا بالخليج بشكل جدا قوي مع الآيفونات وانتشارها. الخليج بحاجة الكثير من التركيز على المطورات، هذه خطوة أولى، ومن أكبر من يعني نقول واحدة من أكبر شركات العالم في مجال التطبيقات وفي مجال قيادة التطبيقات نفسها بمنظومتها المتكاملة. لازم نوضح أن الأرباح اللي توزعها أبل على المطورين شيء جدا ضخم، فبالتالي هنا نعرف أنه لما نتكلم على مصطلح مطورات ما قاعدين نقول واحدة تصير موظفة، لا، يمكن واحدة تصير صاحبة أعمال هي اللي تنشئ تطبيق، وهي اللي يكون عندها موظفات، وهي مؤسستها تتبع لتطوير التطبيقات أو تملك تطبيق، هالتطبيق يكون من خلاله في ثورة جدا كبيرة للأمام. إن شاء الله من نجاح. يعطيك ألف عافية فيصل. عافيكم، يسعدكم يا رب.